عندنا قضية في مسائل تتعلق بمعالجات بشرة الإنسان. أحيانا تستخدم الأطعمة، توضع أقنعة على الوجه فيها خيار أو فيها لبن أو فيها عسل أو فيها كذا لتنظيف البشرة أو لتحسينها، فما حكم ذلك؟ بالنسبة للطعام لا يحل إتلافه في مثل هذا النوع، لأنه منحة ربانية لهدف معين خلق لكم مقصد، ما في الأرض جميعا إيه خلقه بالإطلاق. للاستعمال كل شيء منه في وجهه، فلا يمكن أن يستعمل الشيء لغير ما خلق له. لكن إذا فسد الطعام أو لم يعد صالحا للاستعمال في الاستعمال البشري في أكله، يمكن أن يستعمل في مثل هذه الأمور. الحديث الذي فيه عند أبي داود وفيه أصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، في استخدام للملح في غير الأكل والشرب وهو طعام. الملح مكملات الطعام، ليس بطعاما بذاته. طعام تعريفه لكنه في النهاية ما يؤكل تفكها وشهوة من غير تغيير، هذا تعريف الطعام. وكل ما تأكله تفكها وشهوة فهو طعام الفقهاء، وشرطه إمكان الأكل أولا بحاله من قبل أن يحول. لكنه في النهاية مما يؤكل، لا هو مما يكمل المأكولة وليس هو يؤكل بذاته. طيب فالملح معقم ومطهر، فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها ما فيه من الإزالة كما في الصابون ونحوه. طيب نمر سريعا على بعض المسائل لأجل الوقت. تبييض البشرة وتفتيحها بالصبغ؟ لا، توضع كريمات وأدهنة تفتح البشرة تجعلها أقرب للبياض. بالنسبة للكريمات لا حرج فيها كما ذكرنا، وهي لكن تغير اللون، تغيره تغير لون بالكلية، البشرة، يعني يكون مثلا أسمر. لا، مثل أي دهان لأي شيء سيقع فيه لمع. لا، هو ليس التغيير من طبقة الدهان، إنما مع استخدامه بالوقت يفتح لون الجلد نفسه ويصبح فاتحا. لا أرى منعا فيما يتعلق بالدهان، كل ما فيه دهن وليس فيه صبغ. تغيير ثابت تقريبا؟ لا، ليس تغييرا ثابتا، إنما هو الصبغ. مثل الغسل، الغسل بالصابون بصفة دائمة يبيض.